جيس امام الكرة على القاسمي اللي كان ادخل في الشوط الثاني. زوز لاعبين باش يسدوا من ترجي رجيس، كان اقحمهم المنظر بوزوميتا مدرب ترجي رجيس في الشوط الثاني. على القاسمي وجه لوجه مع بلال السويسي. على القاسمي التركيز التام. على القاسمي تعطى إشارة التنفيذ، يتقدم على القاسمي وعلى القائم، كورة على العارضة والأولى خاطئة، ضربة الجزاء الأولى لترجي جرجيس خارج المرمى. نجم المتلوي، نجم المتلوي أمام الكورة، حمزة هو حمزة اللطيفي باش يسدد الكرة وجه لوجه مع وائل الكردي. وجه لوجه حمزة اللطيفي مع وائل الكردي، التركيز التام كذلك لحمزة اللطيفي، تعطى الإشارة حمزة اللطيفي، يتقدم رويدا رويدا، حمزة اللطيفي والهدف الأولى ناجحة لحمزة اللطيفي. واحد نجم المتلوي لا شيء ترجي جرجيس. ضربة الجزاء الثانية هارون العياري باش يكون وجه لوجه مع بلال السويسي، لمن ستقول الكلمة؟ هارون العياري اللي دخل في الشوط الثاني هو اللي باش يسدد ركلة الجزاء الثانية وجه لوجه مع بلال السويسي. تعطى الإشارة، يتقدم هارون العياري، هارون هارون والهدف الثانية ناجحة لترجي جرجيس. هارون العياري ينجح في مغالطة بلال السويسي. بلال السويسي يرتمي في الجهة اليمنى والكرة في الجهة اليسرى، الحال لاعب رقم 12 كريم المقني هو اللي باش يسدد ضربة الجزاء الثانية لنجم المتلوي. كريم المقني بدا أساسي للمباراة، تعطى الإشارة للتنفيذ، يتقدم والهدف، يتقدم والهدف، اثنين نجم المتلوي واحد ترجي جرجيس، اثنين نجم المتلوي واحد ترجي جرجيس. نجح من جهة نجم المتلوي حمزة لطيفي وكريم مقني. على القاسمي كورته ما سجلتش، وهارون العياري سجل ضربة الجزاء الثانية. آزر الغالي مباراة متميزة قدمها آزر الغالي، غابت اللمسة الأخيرة على هذا اللاعب آزر الغالي. وجه لوجه أمير لصيف يعطي إشارة التنفيذ، آزر الغالي يتقدم وبلال السويسي، بلال السويسي يتصدى، بلال السويسي يتصدى ويبقي النتيجة على حالها، هدفين مقابل هدفين، زوز ضربات جزاء ناجحة لنجم المتلوي، ومن ثلاثة ضربة جزاء وحيدة ناجحة سجلها هارون العياري لترجي جرجيس. حمزة فما بعض من اللاعبين الاحتياطيين نتاع ترجي جرجيس بعد ضربة الجزاء الثانية الضايعة غادروا الميدان مشاو الحجرات الملابس. في الانتظار اللاعب حازم المسوري، حازم المسوري صاحب الهدف الوحيد لنجم المتلوي في المباراة وجه لوجه مع وائل الكردي. حازم المسوري يتقدم، حازم المسوري والهدف، والهدف
يسجل حازم المستوري ثلاثة أهداف لنجم المتلوي، وهدف وحيد وضربة جزاء وحيدة لترجي جرجيس. هل تحسم الأمور بعد هذه ضربة الجزاء هذه لنجم المتلوي اللي باش يسددها عزيز الجرو؟ عزيز الجرو وجه لوجه مع محمد بلال السويسي. عزيز الجرو يتقدم ويتصدى، مبروك لنجم المتلوي ضمان البقاء، مبروك لنجم المتلوي ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حكينا للأمانة على خبرة بلال السويسي، كان حاسم في التصدي لزوز ضربات جزاء بلال السويسي، واللي خلي نجم المتلوي يقتلع الورقة رقم 16 في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هارد لاك لترجي جرجيس، مبروك ألف مبروك لنجم المتلوي اللي وفات المباراة كما قلنا بالتعادل هدف مقابل هدف. حازم المستوري سجل عدل حسن رمضان. اللجوء إلى ضربات الجزاء وقالت الكلمة في الأخير إلى نجم المتلوي، ثقة في النفس كبيرة من حارس بلال السويسي. لاعبي المتلوي وأجواء الفرحة تباعا. أكيد أكيد أكيد، ديما الكلمة ليك والأولوية ليك. غنشوفوا بطل المباراة السويسي. طبعا تبادلت